ومرة ثالثة ورابعة وخامسة. وقطر كيان دايما ايه؟ الكيان القطري، انا اسف ان انا نسيت قلت قطر، الكيان القطري الصهيوني هو ده اسمه الجديد اعتبارا من امبارح، النهارده دخلنا في اليوم الجديد من امبارح لما انا بدات الحلقه، الكيان القطري الصهيوني، الكيان التركي الصهيوني، دي الاسماء الجديده لهذه الكيانات الجديده اللي هي بالظبط تتعامل معاها حضرتك كشعب، مالناش علاقه بالدوله، دوله هي حره، احنا الشعب نتعامل عنهم اعداء، هم وامريكا اعداء، امريكان قطريين، اي شيء يتعلق بدول ان احنا دول بالنسبه لنا اعداء،